ورشة تنموية حول موضوع التربية على العلامة والمعلومة اللي كان في إطار يعني برنامج الاتحاد الأوروبي من خلال يعني مشروع دراية اللي هو مبادرة لمجموعة من الصحفيات اللي مهتمين بموضوع التربية على الإعلام والمعلومة. يعني اليوم كان في حضور كبير من قبل طلاب وطلبة الإعلام واهتمامهم بهذا المصطلح، خاصة اليوم نشوفوا نظرا لكثرة الأخبار الكاذبة والزائفة والتضليل الإعلامي الحاصل على في وسائل الإعلام سواء كانت يعني مكتوبة أو مسموعة أو حتى عبر الويب، نشوفوا أنه في كثير من الأخبار المضللة اللي يعني تساهم في توجيه الرأي العام أو تشويه ونشر إشاعات حول قضية معينة. وبالتالي يعني كان أهم محاور الدورة حول أسس التربية على الإعلام والمعلومة من خلال حق المواطن في الوصول إلى المعلومة، من خلال التفريق بين الخبر الكاذب والخبر المضلل، خطابات الكراهية، يعني الصور النمطية خاصة صورة المرأة في الإعلام الجزائري، كيف تتم معالجة هذه المواضيع التي تخص النساء بالنسبة للعنف والتحرش ومختلف المواضيع الأخرى. أيضا كانت في عنا بعض النماذج والأمثلة حول منصات وأدوات التحقق من المعلومات ومصادر الخبر التي يجب على الصحفي أو حتى الصحفي المواطن يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات أنه يتحقق من هذه المعلومات قبل نشرها. والحمد لله يعني كان في تفاعل كبير وكان في قبول من طرف الطلبة وحتى الحضور اللي كانوا مهتمين وتعرفوا على المصطلح وكانوا يعني متفاعلين معنا في من خلال انه في اسئله كثير وفي يعني تساؤل حول ماهيه هذا الموضوع والاهداف التربيه على الاعلام والمعلومه. وشكرا. قعدوا معنا وكان حضورهم يعني مش فقط حضور، شفنا حتى انهم كانوا يتفاعلوا مع الورشة وممكن يطرحوا تساؤلات ويطرحوا اسئلة وحتى يقدموا تدخلات على حول الموضوع. مداخلتهم كانت قيمة، كانت في محلها. فأنا أشوف أن الإعلام اليوم ما هوش محصور يعني في وسيلة إعلامية واحدة ولا زوج، على بالنا أن الإعلام اليوم راهو باب مفتوح، باب كبيرة، تدفق كبير للمعلومات خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والآليات اللي نستخدم بها. فكل أسئلتهم كانت حول كيف نتعامل مع المعلومات، كيف نتفاعل مع المعلومات، حول مصادر المعلومة، طريقة تحليل المعلومات وغيرها من الأسئلة. كان هناك معلومات لم تطرح لا في الجامعة ولا في المدرسة،
يعني كل شكر موجه للي قاموا بالدورة واللي كانوا يقدموا لنا في المعلومات. معكم بوكيل سليف، طالبة إعلام وصحافة في المدرسة العليا. اليوم كنت من بين الحاضرين في هذه الندوة، كانت ندوة مليئة بالمنفعة والمعلومات القيمة، حيث أن اكتشفت أنه العلم كم نوعي وليس كمي، في بضع ساعات فقط تعرفنا على العديد من المعلومات مع أساتذة فعلوا الحوار بيننا وبينهم وقدموا لنا الأحسن. إن شاء الله في ندوات قادمة ناجحة، وشكرا لكم على هذه المبادرة الجميلة.